يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهما في مديرية نهم شرق صنعاء. وبعد يومين من تحرير جبل القتبة الاستراتيجي، قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش استعادت قرن ودعة وقرية سرحان، فيما تدور مواجهات عنيفة في المواقع المحيطة بسد القعران المحاذي لقرية محلي. تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأيام الأخيرة وتبدو في حالة انهيار، ومواقعها تتساقط أمام التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الوطني، فيما تبدو قوات الشرعية في طريقها لتحقيق إنجاز كبير يمكنها من فرض سيطرتها النارية على مناطق واسعة في الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء. طائرات التحالف كانت جزءا رئيسا في العملية العسكرية الدائرة في نهم، وذكرت مصادر عسكرية أن غارات التحالف دمرت تعزيزات تابعة للانقلابيين قرب نقيل بن غيلان كانت في طريقها إلى ما تبقى من مواقعهم في المديرية. وبحسب المصادر فقد أسفرت الغارات عن تدمير 8 عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا. هذا التقدم المتسارع الذي تحرزه قوات الشرعية في الجبهة الأقرب للعاصمة صنعاء من المفترض أن يلقي بظلاله على المسار السياسي الذي من المتوقع أن يبدأ جولة أخرى من المباحثات الشهر المقبل إذا ما نجحت مساعي المبعوث الأممي لليمن إسماعيل الدشيخ أحمد، وهو الأمر الذي يضع سلطة الانقلابيين في مأزق الرضوخ لمطالب الشرعية والتنفيذ الكامل للقرارات الدولية أو الهزيمة العسكرية التي تبدو في هذه اللحظة قريبة أكثر من أي وقت مضى.